عيش السعودية مبادرة وطنية مهمة تستهدف إعادة الوطن إلى قلب المواطن من خلال المعايشة وجعل الناس يجولون في مناطق المملكة والمواقع اللي انطلقت منها الوحدة الوطنية اللي نعيش فيها الآن، ليتعرف الناس على تراث وطنه وتاريخه ومعالمه التاريخية والحضارية والسياحية. تقرير زميلي عبد المحسن، نشوفه عبد المحسن التميمي ونرجع لكم ثاني. عيش السعودية مبادرة وطنية أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة والأثار، وتنطلق أول رحلاتها من الرياض، وستسير الرحلة إلى قصر المربع والمصمك وقصر الحكم ومحافظة الدرعية. تقوم فكرة الرحلة على تشجيع السياحة الداخلية والتعريف بالمقومات السياحية في منطقة الرياض من المعالم الأثرية والتاريخية والعادات والتقاليد، باختيار مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات والمدارس بالمنطقة، وتقام لهم رحلات إلى خارجها. عيش السعودية التي تنفذها هيئة السياحة مع مجموعة من القطاع الحكومي والخاص، وتعتمد المبادرة بشكل رئيسي على الرحلات كأهم الوسائل التي يمكن أن تحقق تقوية علاقة المواطن بوطنه. وسيوفر البرنامج من خلال الرحلات إلى المناطق الفرصة للشباب للتعرف على ثقافتهم المختلفة وعلى تراث وطنهم الحضاري والذي تعبر عنه آلاف المواقع التاريخية والأثرية والحضارية. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض.